طبعا سنه ناشئين في النادي الاهلي او شباب، وبعد كده درجه اولى في النادي الاهلي سنه كمان. احترفت في فورتونا كيرن وارمينيا بيلفيلد اولدن بولد. فين الماني؟ معلش بس انت جاي سريعه شويه. كيرن، كولون، ارمينيا بيلفيلد، اولدن بولد، ارمينيا بيلفيلد لعبت البوندس ليجا الثانيه الحالي، وبعد كده اولدن بولد، وبعد كده رحت النمسا لعبت في شتاير النمسا ولعبت معاهم في لعبوا برضه بطوله الاتحاد الاوروبي، ومنها رحت لعبت في كوريا مع فريق مصطفى البوري طبعا من ابطال اسيا، والحمد لله خدنا معاهم بطوله الدوري الثاني اسيا كان سنه 96. بعد كده وطبعا لعبت طبعا شرفت لعبت منتخب مصر حوالي 20 21 مباراه دوليه طبعا مع الكابتن ساعتها الكابتن طبعا ديتريتش وايز اول ما جابني، وبعدين الكابتن جوهري طبعا كان مع الكابتن زيزو في الفتره دي اللي احنا فيها بطوله افريقيا طبعا مع كابتن محسن صالح برضو. ده باختصار من ناحيه يعني او السيره الذاتيه بالنسبه كلاعب. طبعا انا خريج بكالوريوس تربيه رياضيه او واخد بكالوريوس تربيه رياضيه. في طبعا زي ما انتم عارفين في حاجه اسمها سي وبي واي وبروفيشنال ليفل، ما اعرفش البروفيشنال ليفل جت مصر ولا لسه، بس انا برضه هنوضحها مش مشكله. انا الحمد لله بدات بي على طول، سي تعفيت منها في اوروبا لان طبعا كنت لعيب دولي ولعبت اكثر من 10 سنين محترف، طبعا واخد بكالوريوس تربيه رياضيه فعفوني من السي، خدت البي وخدت الاي وخدت الحمد لله رب العالمين سنه 2006 خدت البروفيشنال ليفل. البروفيشنال ليفل دي معناها ان انا بكون محاضر دولي تابع الاتحاد الالماني والاوروبي والفيفا. طبعا وبرضه بتاهلني ان انا امسك اي منتخب موجود في اوروبا او امسك اي الدوريات الاوروبيه اذا كانت في انجلترا او في المانيا او ايطاليا، اي يعني اي منتخبات كبيره في اوروبا او الدوريات الاوروبيه، وطبعا بالتالي طبعا في كل حته في العالم الحمد لله بفضل الله علينا يعني. ان شاء الله في الفتره اللي جايه الحاجات دي كلها طبعا الامور العلميه تساعدنا طبعا في الامور العمليه، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنلف كل حاجه من الاهلي مش هنكفي الاهلي في اي حاجه طبعا تحت قياده الكابتن كابتن عبد العزيز عبد الشافي. وشوشة الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org